كثير ما جاي نشوف عوائل اني ما حد ما يستصعبني اني سبق وان لقيت وحكيت وقلت هذا الشيء. امراه 80 سنه من عمرها باحد محاكم بغداد شفتها، يعني اني جاي اتمشى شفتها كانت تقول لي ست، يعني انزل ابوس، يعني ست بس خلي يشوفوني، خلي اريد اشوف احفادي. هذا الموقف استاذ، يعني اني ام ضحت اعطت اغلى ما تملك، اعلى ما تملك اللي هو ابنها، ضحى من اجل حمايه وحفظ كرامه المجتمع العراقي وحفظ صهيونيه، يعني حارب داعش. يعني هذه الزوجه حارمه البيبيه انه تشوف احفادها. نعم استاذ، نعم. اعطت اغلى ما تملك من اجل حفاظ على حقوق وكرامه اللي هسه هم جاي يدافعون بالمراه. زين اذا كانت المراه، يعني بس سؤال واحد اواجه واحكي واقول، لو ما اولادنا، لو ما شهدائنا اللي المقابر اللي تنشد لهم واللي هذا، يعني لو ما هم كان هسه حضرتنا احنا واقفين هنا جاي نحكي، جاي نقول، جاي نسوي، هل من الحق الالهي؟ هذا القانون الحالي ما يسمح لهذه البيبيه. ممنوع استاذ، بعد 2021 صار ممنوع الاصطحاب والمشاهده ومن امتناع منعا باتا، صار الاب ذليل، يجعلون من الرجل العراقي صاحب الغيره ذليل، يجعلون من الطفل العراقي، يريدون كل الجهات ضد التعديل وضد، انا ما اقول ضد التعديل، ضد حق الهي اللي طبعا الحضانه حق الهي، ضد الاسلام باكمله.